أنتم والله أخشى عليكم أن تأخذوا ذنب دماء هؤلاء، لأنكم ترضون بإعدامهم وترضون بما فعل الزنادقة المجرمون بهم والعياذ بالله، من تعذيب وسجن وأحكام ظالمة جائرة، وهم كانوا ينشرون العلمانية بكل فظائعها، وأنتم تقولون بل هم كانوا محقون في ذلك. والله أخشى عليكم أن كل الذنوب التي أخذها هؤلاء تضع عليكم من أنكم غبتم عن المنكر ولكن رضيتم به، ووليتم هؤلاء على بعد الزمن والعياذ بالله على الظلم والعدوان. هل رأيتم أحدا يوالي الحجاج بن يوسف الثقفي على ما صنعه بأهل المدينة وقد خلعوا بيعة يزيد صراحة؟ ومع يزيد بن يعني الحجاج وصنع يعني مسلم ابن عقبة الذي سموه مسلم بن عقبة، هل ترون الحجاج أحدا يوالي الحجاج على ما صنعه بعبد الله بن الزبير وبمن خلفه وبيعني جماعات كثيرة من المسلمين؟ هل يعني ترون أحدا من أهل العلم يواليهم على ذلك، ولا يقولون بإجماع العلماء أن الحجاج بن يوسف الثقفي وهو ولي أمر في ذلك الوقت كان هو المبير الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام إن في ثقيف كذابا ومبيرا، وأن الحجاج هو المبير؟ بل الإمام أحمد يقول وهل يحب يزيد أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر وقد فعل بأهل المدينة ما فعل؟ أنا أخطأت في اللفظ أولا، إن يزيد بن معاوية وهو أمير المؤمنين وخليفة بعد معاوية رضي الله عنه، لكن لما أجاز لمسلف ابن عقبة أن يستبيح المدينة أبغضه العلماء وذموه على ذلك، وكان هو خليفة ومجاهد وأول جيش غزا القسطنطينية كان قائده يزيد، ومع ذلك أبغضوه على ما صنع، أبغضوه على ما صنع وإن لم يلعنوه، لكن بلا شك كان أمرا منكرا عندهم. فأنتم تريدون أخذ ذنوب أقوام عافاكم الله منها، بل أحيانا تصل إلى أنهم إلى الكفر والعياذ بالله، لأنهم كانوا يصرحون بنقد الدين باسم الرجعية صراحة. الذين عاصروا هذا الزمن وأدركوا بعض كلمات القوم في ذلك الزمن يدرك كيف كانوا يحارب الإسلام، فلما يعني حريصون على أن يأخذوا الذنوب بعضها يعني التي لم يدركوها بالرضا بها، لأن من رضي وتابع والعياذ بالله فعليه من الذنب ما عند هؤلاء، لأن اتباع الهوى هو السبب، لأن الحقد والحسد والضغائن هي السبب، ليس لأنه مجتهد في الدين. والله لو اجتهد في البحث عن الحق لرده الله عز وجل إلى الحق، لكنه في الحقيقة لا يرى إلا بعين واحدة إلا عيوب الناس وذمهم والطعن فيهم، حتى على حسداتهم، حتى على إنصافهم يذمهم ويعيبهم، وحتى لو أن كلامهم بعينه قاله غيرهم من المشايخ عبر التاريخ وعبر وفي نفس الزمان والمكان لطعن في هؤلاء.